بلابنك الحقيقي ولا لابنك اللي مو حقيقي؟ شو هالسيرة هي أم تيسير؟ ليش بتفتحي هالموضوع؟ أم تيسير كم مرة قلنا لك لا تفتحي السيارة الماضي؟ يو شبكون شبكون والله ما حكيت شي، لأن ما في شي بتخبى، كان لازم تخبروه الحقيقة. لك هاي مو شغلتك أنت، خلصنا بقى. يو أنا مشانكم. اسمعي أم تيسير، بدي أحكي معك كلمتين الله يرضى عليكي. ما في لزوم يعرف الولد بالحقيقة. هذا الولد جبناه نحن بالإنداقة وربي مع أخوه، والاثنين ما منفرقوا من بعض. بس يا أخي ما في بس. بعدين ما في لزوم يعرفوا بالحقيقة، يعني شو رح نستفيد من هالقصة؟ ليش نخرب له حياتهم بالأساس؟ مشان هيك أنت يصير الله يرضى عليك، يعني لا تجيبي سيرة لحدا منهم. لا الله يرضى عليك، بدك تمحيها من ذاكرتك نهائي. نسيها هالقصة، نسيها أختي نسيها. خلص خلص سركن كان ورح يصير ببرغمي. ايه ان شاء الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليكي، عاملينا في الجميلة. ايه على عيني. هدي شفت لك شو منام يا ام جميل بيوقف القلب. شفت اولادي كلياتهم هيك متجمعين وحواليهم النار، وكل مالهم عم يقربوا من هاي النار، وانا وابو عابد عم نحاول انه نشدهم لعنا وما قدرنا. إلا تاكليهم، هذا كله أحلام من وراء حديثنا مع أم تيسير. أنا كتير خايفة من أم تيسير، خايفة تغدر فينا. عيد الشر. إيه والله والله، إذا بتفتح تمنا بدي أقلع على عيونها التنتين. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك ما ينفضح السر. ولك ما رح ينفضح ولا رح حدا يحكي فيه. يلا طب بالكم، أنا رايح الشغل بخاطركم. الله معك. أم جميل قومي البسي، بدي أنزل على السوق جيب لي كم غرض. قومي. يلا. ولك مراد، من وقت ما راحوا أبي وأمي وستي وأنت ما عدني هون، لك شو في؟ شو القصة؟ احكي لي. والله يا ريت القصة يا عابد ضلت على سرقة محلي وما صارت. شو صار؟ أنا عرفت سر خطير كتير. سر خطير؟ شو هو؟ واحد مننا مانو ابن هالعيلة. لك شو عم تحكي انت؟ خرفت؟ والله العظيم عم بحكي جد. طيب شو عرفها؟ كم طالع من غرفتي عم سمعت أمي وأبي وستي عم يحكوا بهذا الموضوع. إذا بيطلع هذا الحكي مظبوط، هذا الحكي اللي عم تحكي أنت بجنة، بتعرف شو يعني؟ عارف أخي عارف. مين منا ابنكم الحقيقي؟ شو عم تحكي لك ابني أنت؟ شو هالحكي هاد؟ أنتوا اثنين أولادنا؟ لا مو لسه عم تكذبي علينا؟ لسه عم تكذبوا علينا؟ عم قلك سمعتك الصبح بأدنية. الولاد لازم يعرفوا الحقيقة. يا أمو مرت عمي لازم يعرفوا الحقيقة. الله يرضى عليكم اطلعوا لفوق. لك ستي شلون بدك أنا نطلع لفوق؟ نحن لازم نعرف الحقيقة هلا. عم قلكم اطلعوا لفوق. ماشي طالعين. وانتو كمان امشوا معي. لوين متعمل؟ على بيت الكره تبعي. والمستأجرين؟ طلعوا من يومين. يلا بسرعة الحقوني. روحي شو وينه؟ يا أمو يا بيا ستي هربوا. هدول أكيد هربوا حتى ما يحكونا الحقيقة. وين بدك يكونوا هربوا؟ ما في مشكلة. ما لح يرجعوا؟ ما لح يرجعوا يعني؟ بدهم يرجعوا ويقولوا لنا مين ابنهم الحقيقي. صابك تضحك. ايه خلصونا بقى.
حق علينا نحن، كان لازم ننتبه منيح انه الولد عم يسمعنا لما لقى. لك طول عمره مراد بفيق بعد الظهر، هلا فاق بكير وسمع كل شيء؟ ايه لو سمعنا ما رح نحكي شيء بنوب. مرت عمي انا كثير خايفه من ام تيسير. لا تخافي تركيها علي. طيب ونحن هلا شو بدنا نساوي؟ بدنا نتم قاعدين هو؟ ايه لحتى اولادك ينسوا القصه كلها. ايوه. مرت عمي انا خايفه كثير من اللي عم بيصير. لا تخافي ولا شيء، كلها كم يوم بينسوا القصه وبيتعودوا على غيابنا. والله بظن ما راح ينسوها. في حل ثاني؟ لا بس يعني. بس شو؟ البيت ما في اكل. طيب شو يعني بيدبروا حاله؟ على قامتي ان شاء الله، هدول صبيع ما بيعرفوا يطبخوا. لك شو ليش اكله همهم؟ الا ما يدبروا حالهم، لا تاكلي همهم. طيب معلش يعني اعمل لهم شيء اكله، بنودي لهم اياها انا وياكي وهن مالهم بالبيت، خطي خليهم ياكلوا ويشبعوا. ايه طيب مثل ما بدك، قومي اعملي لهم شيء طبخه وناخذ لهم اياها قبل ما واحد من بيناتهم يجوا يشوفنا. يلا حبيبتي يلا. يلا ريني يلا. اوف قلب الام. بسرعه ما تعملي قبل ما يجي حدا. افتحي افتحي يلا. الله ريحة طبخ طيبة، وهي أكيد طبخ أمك. معقول جابوا لنا إياهم وراحوا؟ إيه معقول، جابوهم حطوهم هون وهربوا مشان ما يقولولنا مين ابنه الحقيقي. تعرف لك حبيت والله اشتقت له. والله وانا كمان اشتقت له خيرات الله. بس لك اخي شو بدنا نساوي؟ لازم نعرف مين من بيناتنا ابنهم الحقيقي. انا بعرف حدا بيعرف. بتعرف ولهلا ساكت؟ مين؟ ام تيسير. ام تيسير ما غيرها تضايق؟ انت متاكد انه هي بتعرف؟ لك يا اخي سمعتهم عم يجيبوا سيرتها، معناها اكيد بتعرف. امشي معناتها، امشي روح لعندها بسرعة. هذا الكلام مو مزبوط بنوب بنوب. خالتي من شان الله لا تخبي علينا. لك ابني أنا ما عم خبي عليكم شيء ولا في شيء خبي عليكم أصلا. لا خالتي مو صحيح، أنا سمعتهم عم يقولوا إنك بتعرفي السر وخايفين تكشفينا. قلت لكم أنا ما بعرف شيء عن اللي حكيتوه، بجوز قصدهم على شيء ثاني، على قصة ثانية. لا خالتي ما قصدهم شيء ثاني. لك يا ابني الله يرضى عليك، حتى لو اللي سمعتوه كان مزبوط وعن جد في واحد منكم مو ابنه الحقيقي، القصه ما لازم تكبروها كذا هالقد، ما تشيلوها من ارضها منوب. لا تطلعوا هيك وتصفنوا، الله يرضى عليكم. انتوا اثنين ربيتوا بالانداء سوا، رضعتوا من ام وحده، ولكم ام واب وست، خلص بخافوا عليكم بيحبوكم، انسوا انسوا. لا تستنوا مني اني احكي شيء. وبتكون نصيحتي يا ابني انت وياه، انسوا كل شيء سمعتوه احسن ما يجيكم وجع راس. لك يا ابني الله يرضى عليكم، انسوا كل الحكي اللي سمعتوه، لانه بالنهايه رح تنضروا انتوا اثنين وتخسروا بعضكم كاخوات. مزبوط كلامك خالتي، مزبوط كلامك. بعد كل هالعمر نجي نتخلى عن بعضنا، أنا وأخي. أكيد ما رح يصير هذا الشيء بإذن الله. أنت أخي رح تضل أخي من لحمي ودمي. الله يخلي لي إياك. يخلي لي إياك. وهلأ بقى روحوا راضوا أمكم أبوكم وستكم، الله يرضى عليكم إلهي ولا يفرق بيناتكم. ماشي خالتي ماشي. يلا تيسروا. عنزني. الله معكم. أنا قلبي مو مطمن، أكيد أم تيسير حكيت لهم كل شيء، لهيك ما عاد في لزوم نضل هون. وبجوز ما تكون حكيت لهم شيء. أنت ما بتعرفها لأم تيسير، ما بينبل بتمها فولة. طيب خلونا نمشي يلا. لا خلوني أروح لحالي، هدول أولادي وأنا أكثر حدا بالعالم بيعرف يتفاهم. أهلا
اقعد يا مقعود. شو هالقصة هي؟ والله ما بعرف يا مو. سامحوني انتوا اثنين، يمكن انا ظلمتكم اني ما قدرت اقول مين ابني بيناتكم، بس مو بايدي. انا بحبكم انتوا اثنين، وانتوا اثنين نور عيوني، وما فيني فرق بيناتكم. انا تركتكم تعيشوا مع بعض هالفتره لحتى اشوفكم كيف ممكن تكونوا مع بعض. لقيتكم بتحبوا بعض كثير، ما بتستاهلوا انه يتفرق بيناتكم. نحن رح نضل هيك مثل ما نحن. ما رح اقول مين ابني بيناتكم. انتوا اثنين روحي وعيوني وحياتي. بدكم تقبلوا الحياه هيك مثل ما هي، ما في حل ثاني. وهذا اخر كلام عندي. Yeah.